السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه عبادا مكرمين يخلقهم ليكرمهم، فيكرمهم في الحياة الدنيا بصدق توجههم إلى الله سبحانه وتعالى وإقبالهم عليه وأنسهم به وتمحضهم لعبادته، فهم معدودون في الملأ الأعلى وهم مع الله سبحانه وتعالى. فإذا شغل الناس فإنهم لا يشغلون عن الله، وإذا أدبر الناس عن أوامر الله وأدبروا عن لقائه فإنهم يقبلون عليه، وإذا فزع الناس لا يفزعون، وإذا خافوا لا يخافون، فهم مع الله سبحانه وتعالى وهم مقبلون عليه، وهؤلاء هم الربانيون. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن أنبياءه لم يكونوا يأمرون الناس إلا بهذه الربانية، والربانية تقتضي أن يكون الإنسان لله حرا خالصا من الأغيار مقبلا على الله في كل أحواله، فلا يشغله عن الله سبحانه وتعالى شاغل، لا يشغله أهل ولا مال عن الله جل جلاله. فقد حذر الله من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولا ينشغلون عن الله سبحانه وتعالى براحة ولا طلب سعادة في هذه الحياة الدنيا، فراحتهم وسعادتهم بالإقبال عليه، فيسعدون بلقاء الله ويأنسون بدعائه والثناء عليه ومناجاته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بهذه الصلاة. فسعادتهم في الخضوع لله جل جلاله والتذلل بين يديه، فإذا وضعوا جباههم وهي أشرف ما فيهم وأيديهم على وجه الأرض حياء من الله وتقربا إليه سعدوا بذلك، وكان ذلك غاية إقبالهم على الله سبحانه وتعالى وخضوعهم وتذللهم بين يديه. وإذا ناجوه أثنوا عليه بما هو أهله من صفات الثناء والمجد، وإذا دعوه سألوه كل حوائجهم بكل خضوع، وهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وهو السخي الجواد الكريم الوهاب. وإذا ناجوه فإنهم يعلمون أنه لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله مناج عن مناج، ولا تلتبس عليه حوائج عباده. فمناجاة أهل السماوات السبع ومن فيهن من الملائكة الكرام الذين ملأوا السماوات، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. ومناجاة أهل الأراضين كلها ومناجاة الأولين والآخرين لا يلتبس عليه شيء من ذلك، فهو أسرع الحاسبين جل جلاله. وبذلك يسعدون إذا قاموا والناس نيام، وإذا أقبلوا على الله فدعوه في الوقت الذي يعلق فيه غيرهم الآمال بالمخلوقين، وإذا التجأوا إليه في كل أمورهم في الضراء والسراء، فصمدوا وجوههم لله جل جلاله وهو الصمد الغني الحميد، ويجعلون حياتهم ومماتهم لله جل جلاله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهم يراعون في كل وقت ما يأتيهم من الخطاب والتوجيه من الله جل جلاله فيبادرون إليه، فإذا وجدوا الوقت قد شغل بأمر الله في فرض بادروا إليه ولم يبدأوا بما سواه، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي الصحيح:
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإذا لم يجدوا فيه فرضا نظروا إلى ما أذن الله فيه من النوافل فبادروا إلى أقربها وأرضاها عند الله وأرجحها في الميزان. وإذا لم يجدوا فيه أمرا مخصوصا وكان من الأوقات المطلقة بادروا كذلك لذكر الله والتقرب إليه، وهم بذلك يبحثون عن أربح الصفقات مع الله، فيعاملونه في كل أوقاتهم في ليلهم ونهارهم، كما قال المواق رحمه الله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فبذلك يقبلون على الله ويقبل جل جلاله عليهم، فإن الله يضحك إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل، وهو يقبل على من أقبل عليه، كما صح في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فبذلك يسعدون في أوقات الخلوات وفي أوقات الجلوات، ففي أوقات الجلوات يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد تعبدهم بهذه الأوامر والنواهي لمصلحتهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه عباده بنفع ولا بضرر، ولا يمكن أن يبلغوا ذلك: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو جل جلاله الغني عن الخلائق أجمعين، ويسعدون بمناجاته، فيفرحون إذا أذن لهم بذلك في الوقت الذي حجب كثيرا من عباده عن ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أذن لعباده بمناجاته أيقظه من منامه وهيأ له طهارته وأذن له في الوقوف بين يديه والتذلل لوجهه الكريم. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى فوجدوا سعادة لو حس بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف، كما قال الفضيل بن عياض وغيره من الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالسعادة الحقيقية ليست بملذات الدنيا وشهواتها، لأنها منقطعة زائلة، وليست بما يجمعه الإنسان من حطامها، لأنها كالنار كلما ازداد حطبها ازداد لهبها، وليست بالمجالس الطويلة التي تكون ترات على الإنسان يوم القيامة، وإنما هي بالإقبال على الله جل جلاله والتذلل له وتحقيق العبادة له سبحانه وتعالى، فهو يستحق ذلك. ولهذا فإنه أهل الثناء وأهل المجد سبحانه وتعالى، وهو المستحق لكل عبادة. لو أن أحدنا عاش عمر نوح وقضاه جميعا في طاعة الله كما قضى نوح عمره، لم تخل منه ساعة من طاعة لله جل جلاله، لم يؤدي ولم يشكر نعمة واحدة من نعم الله عليه. فنعم الله سابقة على ذلك، فلا يمكن أن يؤمن به أحد إلا بنعمة، ولا يمكن أن يسجد له أحد إلا بنعمة، ولا يمكن أن يعبده أحد إلا بنعمة، ولا أن يجتنب شيئا من نواهيه إلا بنعمة. فكل ذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى وأخذه بنواصينا إلى مرضاته وإلى عبادته والتقرب إليه جل جلاله. والذي يريد أن يكون ربانياً لا بد أن يجعل لنفسه برنامجاً تربوياً يربي به نفسه للإقبال على الله. وحقيقة ذلك وبدايته أن يعرض على نفسه توبة مكفرة، وهي التوبة النصوح، فيجلس
في خلوته فيناجي نفسه فيقول: يا نفس، قد أنعم الله عليك بأنواع النعم، فخلقك من العدم وهداك للإيمان وأعطاك الصحة والعافية وتم خلقتك، فأليس من المناسب أن تعودي إليه وأن تنيبي إليه؟ وقد دعاك فأجيبي، فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو أن لي كرة أي لو أن لي رجعة إلى الحياة الدنيا. فإذا تذكر الإنسان أن الكرة متاحة له الآن ما دام حيا، ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر، فعليه أن يتوب وأن يبادر إلى الإنابة والتوبة، وقد دعاه الله إلى ذلك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا عرض هذه التوبة على نفسه فليجعل لها برنامجا يشمل كل أمانات الله لديه، فلينظر إلى أمانات الجوارح وما فرطت فيه في جنب الله، فكل جارحة لا تستحق توبة بذاتها تستحق توبة مما فرطت فيه في جنب الله، وليبادر إلى ذلك قبل أن يسلب هذه النعمة، ثم بعد ذلك ليرجع إلى ما افترض الله عليه وليتب مما حصل في ذلك من التقصير، ثم ليرجع بعد هذا إلى كتاب الله الناطق عليه هذا القرآن الكريم الذي هو حبل الله وصلته وهو العروة الوثقى، فليتب مما فرط فيه فإن كثيرا من الناس معرضون عنه. وقد قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالذي يتوب من تفريطه في القرآن يبادر ويدركه قبل أن يرفع، فإنه قد وقف الآن بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، وسيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، فلا يبقى له أثر في الدنيا ولا خير في الناس بعد ذلك. فعلى الإنسان أن يتدارك هذا القرآن قبل أن يرفع، ثم بعد ذلك يعود إلى سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إليه وخص به وشرف به، فليبادر إلى تعلم ما جهل منها وإلى تطبيق ما علم، وليكن مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب الذي يستحقه، فإن الله أمر بتوقيره وتعزيره وإجلاله، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعلى الإنسان أن يوقره وأن يعزره وأن يجله كما أمره الله بذلك، ثم بعد ذلك من تمام توبته أن ينظر إلى ما فرط فيه من سوالف أيامه ولياليه، وما أضاعه من عمره من الفرص النادرة التي يتمناها أهل القبور. فلو كشف لنا عن حال المقبورين تحت الأرض لعرفنا أن كل إنسان منهم يتمنى أن يعود لهذه الدار ولو لحظة واحدة ليقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها. فنحن فوق الأرض وسنكون قريبا تحتها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فعلى كل إنسان منا أن يبادر لادراك ما بقي من عمره لعل ذلك يكون تكفيرا عما مضى. وقد قامت علينا الحجة بما عمرنا الله فيه من أيام هذه الحياة الدنيا،
ولذلك يقول الله لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره، إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. فكم مضى من الساعات والأيام والليالي التي لم تكن في طاعة الله، وإنما كانت في الغفلة والإعراض والإدبار عن الله، وقد فتح الجبار أبوابه أمامنا فأعرض كثير منا وولاها ظهره. وهذا ما يندم عليه الإنسان غاية الندم. ولذلك يقول أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان، ويمحو السوء بالحسن. ثم بعد هذه التوبة يبدأ الإنسان برنامجه ليكون ربانيا، فلينظر إلى رضا الله وليؤثره على رضا من سواه، ليكن رضا الله مطلب كل إنسان منا ونصب عينه لا يحيد عنه. فإذا رضي الله عن أي واحد منا فوالله لا يضره ما فاته من شأن هذه الحياة الدنيا. فالذين قتلوا يوم أحد وبقرت بطونهم وأخرجت أكبادهم وقطعت آذانهم وأنوفهم، بيّن الله أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فما أصابهم ليس سوءا عند الله لأنهم اتبعوا رضوان الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا جعل الإنسان رضا الله نصب عينه كان من المبادرين إلى الطاعات الذين لا ينشغلون عنها بما أنعم الله به عليهم، وبذلك لن يكونوا كالمخلفين من الأعراب الذين يقولون: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، بل هم من المبادرين إلى الطاعات على سنة أنبياء الله المقربين. فموسى بن عمران لما وعده الله سبحانه وتعالى 40 ليلة فجاء إلى موعده وقد تأخر أصحابه وراءه، قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئك على أثري، فهو المتقدم وحامل اللواء في طلب رضوان الله، وعجلت إليك ربي لترضى. فرضا الله يستحق منا الإسراع إليه، يستحق منا إذا سمعنا منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح أن نكون من الملبين لهذا النداء، يستحق منا إذا كانت الحاجة داعية إلى إعلاء كلمة الله وإقامة الحجة له على عباده أن نكون من المبادرين لذلك، يستحق منا أن ننصره سبحانه وتعالى، فهو الغني عنا وعن نصرنا. ولذلك لا بد أن يدرك كل إنسان منا أن رضا الله سبحانه وتعالى له ضريبة، وأنه لا ينال بالتظني ولا بالتمني، وإنما يكون بعد الامتحان من بعد ما أصابهم القرح. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن النجاح في الوصول إلى رضوان الله والحصول على قربه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعد امتحانات شاقة، كما قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولا بد أن يبتلى الإنسان في طريق الحق، ثم بعد ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا قال الله تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من حصول الابتلاء أولا، ثم يأتي بعده الفتح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا،
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا بد أن يجعل الإنسان برنامجه ليكون ربانيا مبنيا على الوحي معتمدا على الدليل، فهو مبادر لما يقرب من الله ولما يؤدي إلى رضاه في كل أوقاته، ويبحث عما يعينه على ذلك. فلذلك لا بد أن ينبذ الدنيا وراء ظهره وأن ينظر إليها على أنها تغر وتشغل الإنسان، ولا بد أن ينبذ التسويف وتطويل الأمل وراء ظهره كذلك، ولا بد أن يترك مصاحبة الخاملين الذين أضاعوا أعمارهم في غير طاعة الله وكانوا من الغافلين المشغولين عن العبادة والطاعة، ولا بد أن يصحب أهل الله المقبلين على الله الذين إذا رآهم ذكروه بالله جل جلاله ودلوه عليه. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصحبتهم وأمر بالنظر إليهم أيضا، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم بعد ذلك لا بد أن يتزود من الذكرى فيتأهب للموت، وأن يعلم أنه آت وهو لا يدري متى يأتي، فهو موعد حتمي لا بد منه. فعلى المؤمن الذي يريد أن يكون من الربانيين أن لا تخلو ساعة له من أن تكون خاتمة، يجهزها لأن تكون خاتمته، فإذا قبضت روحه على ذلك فالحمد لله حسنت خاتمته، وإذا قدر أنه أمهل وأخر فليكن ذلك زيادة في الطاعة، وهو يعلم حال المقبورين الذين يتمنون الرجوع. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلا بد أن يجهز الإنسان نفسه للموت في كل لحظاته، وأن لا يكون على حال لا يحب أن يأتي ملك الموت وهو عليه، فليستعد لذلك في كل آنائه وأوقاته. ثم بعد ذلك لا بد أن يحرص على الترقي والازدياد، فالعمر عبارة عن قطع مسافة، فليكن الإنسان كلما ازداد من الموت قربا كلما ازداد خيرا، وكلما من الله عليه بيوم أو ليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة زاده ذلك قربا من الله سبحانه وتعالى ومعرفة به وطلبا لرضاه وعدم انشغال عنه. فإن الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى سيندمون غاية الندم على ذلك، فيعدون ما مكثوه في الأرض وقتا يسيرا جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا بد لمن يريد أن يكون ربانيا أن يكون من برنامجه برنامج شغل يملأ الأوقات ويجعل كل وقت مشغولا فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى ويدني من مرضاته.
فهو يعلم أن غدوة أو روحة إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعة تباعد وجهه عن النار. ولنتذكر جميعا قول الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فالوجوه التي تلفحها النار يوم القيامة عائدا بالله تغشاها الكآبة والمذلة والهوان، والوجوه التي ترى الله جل جلاله شتان بينها وبين تلك الوجوه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لذلك لا بد أن يكون البرنامج في كل وقت مستغلا لهذا الوقت فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى ويباعد عن سخطه وعقابه، ولا يكون ذلك إلا بتعلم ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله، والعمل بما تعلمه الإنسان، والدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والصبر على هذا الطريق حتى يلقى الله جل جلاله. ولنتذكر جميعا أن الذي يشغل عن الله سبحانه وتعالى لا خير فيه، الذي يشغل عن الله ويجعل الإنسان في سياق المعرضين لا خير فيه ولا نفع للإنسان به. فعلى الإنسان أن يدرك حال الغافلين الذين طبع على قلوبهم فأعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، وحينئذ انشغلوا بما لا خير فيه، وقد جاء في الحديث: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. ولنتذكر كذلك أن الله غني عنا وأننا نحن المحتاجون إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فتذكرنا لحاجتنا إليه وغناه عنا مقتض لإقبالنا عليه ومسارعتنا في مرضاته وبذل أرواحنا له سبحانه وتعالى، فإنه قد اشترى منا أنفسنا وأموالنا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما يجعل الإنسان يحرص على برنامجه ليكون من الربانيين أن يقرأ عن الجنة وما أعد الله لأهلها وما فيها من النعيم المقيم الذي لا يخطر على بال أحد، وأن يقرأ عن النار وما أعد الله لأهلها من العذاب الأليم الذي لا يخطر على قلب أحد، وليتذكر أن أبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وأن أبلغ ما في النار من الإهانة والأذى والعذاب أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإذا عرف الإنسان ذلك كان هذا حافزاً له للمبادرة إلى سبيل الله والسعي للنجاة من عذابه. وليستعن الإنسان كذلك بإخوانه وأهله لما ينجيه من سخط الله وعقابه، وليحرص على أن يكون من الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى، والذين يرشدون إلى سبيله فيرشدون الغاوين ويدلونهم على الله سبحانه وتعالى ويرشدونهم إلى سلوك صراطه المستقيم ومنهجه القويم. وليحرص صاحب هذا البرنامج على الازدياد من الخير دون أن يتكلف، فالتكلف لا خير فيه، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. فالذي يزعج نفسه ويتعبها ويشق عليها لا بد أن يضيع حقوقا في مقابل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ف
فأعط كل ذي حق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المبالغات التي لا تؤدي إلا إلى الانقطاع، فقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال: فأوغلوا فيه برفق. وقال: أحب الحنيف أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وما داوم عليه صاحبه. فما يستطيع الإنسان المداومة عليه من الطاعات عليه أن يلزمه، فإذا أحس من نفسه نشاطا زائدا على ذلك زاد، وهكذا فيكون كلما ازداد من العمر وكلما أتيحت له فرصة كان ذلك داعيا إلى القرب. وليقارن الإنسان بين حاله اليوم وحاله بالأمس والحال الذي يحب أن يكون عليه غدا، فالذي يريد أن يكون ربانيا لا بد أن يكون غدوه خيرا من يومه وأن يكون يومه خيرا من أمسه، ولا يكون ذلك إلا بهذه المقارنة. أما إذا غفل عن هذه المقارنة فإن الغفلة ستأتيه بالطوام والمشكلات الكبار، فينشغل عن نفسه فينساها وينسى أوامر الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يلتحق بركب المفرطين المقصرين المتراجعين. وقد وصف الله المنافقين فقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالذين يلزمون طريق الحق يحذرون دائما من المبالغة والزيادة، ويحذرون دائما من النقص والتقصير، فهم يراعون السبيل الوسطية الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس فيه ولا شطط، ويحاولون الثبات عليه بكل ما أوتوا، ويستعينون على ذلك بالمثبتات التي أولها الدعاء، فقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وبعد ذلك الصلاة التي تعين الإنسان على الطاعة كلها، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وبعد ذلك قراءة القرآن، فإنه مثبت لأهله، لأنه حبل الله المتين، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وبعد ذلك منافسة أهل الخير ودراسة سير الصالحين، فقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فتثبيت الفؤاد بذلك مطلوب مهم. وبعد ذلك صحبة أهل الله سبحانه وتعالى الذين أمر الله بصحبتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد هذا التقويم بحيث يجعل الإنسان لنفسه وردا من المحاسبة، فما من يوم من أيامك إلا وهو عمر بكامله تطوى صحائفه. فإذا وضعت جنبك على الفراش واضطجعت ضجعة قد تكون الآخرة في حياتك: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأردت أن تسلم نفسك لبارئها: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا أسلمت نفسك لبارئك فحينئذ حاسبها على هذا اليوم، فانظر إلى الأوامر والنواهي التي وجهت إليك فيه: هل أديت الأوامر واجتنبت النواهي؟ فإن كنت كذلك فهي نعمة تستحق الشكر فاشكرها قبل رفعها، وإن كنت قد فرطت فبادل لتدارك ذلك والتوبة منه، فذلك ذنب يستحق التوبة. ثم بعد ذلك
حاسب نفسك على نعم الله عليك في هذا اليوم، نعمة الخلق ونعمة الجوارح ونعمة الإمهال ونعمة العافية وأنواع النعم التي لا تحصى، فقيدها بشكرها لله سبحانه وتعالى، ثم حاسبها على ما قدمت في هذا اليوم لخدمة هذا الدين الذي تحقق انتماءك إليه بخدمته. فكل يوم من أيام الدنيا هو يوم مثل يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب، فماذا قدمت في هذا اليوم؟ هل كنت من الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر حين بذلوا أرواحهم لله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، أو كنت من المفرطين المقصرين الذين صرفوا على أعقابهم وولوا العدو ظهورهم وفروا من الزحف؟ فلذلك لا بد أن تحاسب نفسك في كل يوم على ما قدمت لهذا الدين وما بذلت في نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انظر إلى الميزان والمكيال الدنيوي الذي هو القرآن، فهذا الميزان انظر إلى نفسك معه، ما علاقتك به؟ هل كنت من المعرضين عنه أو كنت من المتابعين الذين يقرؤونه فيحفظون حروفه وحدوده ويقيمونه ويحكمونه في شؤونهم كلها؟ فإذا وجدوا أمرا بادروا إليه، وإذا وجدوا نهيا كفوا، فكانوا وقافين عند كتاب الله يقفون عند أوامره ونواهيه ولا يتعدونه ولا يتجاوزونه. فإذا كنت كذلك فاحمد الله فقد تحسنت علاقتك بالقرآن، وإذا كنت مقصرا فهي التوبة، فبادر إليها وتب واعزم على أن لا تعود لمثلها وأن تجدد علاقتك بهذا الكتاب متى ما أتيحت لك فرصة لذلك. وكذلك في ما يتعلق بالحقوق، حقوق الآدميين، فانظر في كل يوم في وقت المحاسبة إلى ما عليك من الحقوق. أولها حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في النصرة، ثم بعد ذلك حقوق الوالدين وحقوق الأهل والأولاد والجيران والمسلمين عموما، حقوق الأمة، حقوق المستضعفين المستذلين، حقوق المحرومين. فإذا تذكر الإنسان أنه عضو من جسد كبير هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يهنأ سائر الجسد وجراح بعضه تنزف؟ فلنتذكر حال المحصورين في الفلوجة وقد منعوا الماء والأرزاق وماتوا جوعا في ديارهم وهم تحت القصف، وكذلك نتذكر حال المسجونين الذين يعذبون بأنواع العذاب في سبيل الله جل جلاله وفي سبيل نصرة دينه. ونتذكر أن الإنسان يستطيع أن يصل إليهم بمعروفه، فإن الدعاء لا يسد دونه باب، وإنما امتحننا الله وابتلانا بهم، فمن يستطيع منا أن يقدم لهم أي شيء فليبادر إلى ذلك قبل أن يكون هو الذي يحتاج إلى من يقدم له شيئا. فالقدر ابتلانا بهؤلاء وما هم فيه، ونحن جميعا عرضة لذلك، فما منا أحد إلا وهو عرضة لأن يكون مثل حال أهل الفلوجة الآن أو حال أهل غزة أو حال المسجونين المظلومين المضطهدين. فهذا الحال ليس أحد منا بمنأى عنه، ولذلك عليه أن يبادر لتقديم شيء لنفسه قبل أن يكون هو المحتاج. وقد قال أحد العلماء: لا تقطع عن عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر فالأيام عادات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. وبعد ذلك يحاول الإنسان الثبات وعدم التراجع، فإن كثيرا من الرجال إذا عزموا وجدوا خورا في عزائمهم وضعفا فيها، فإذا عزم أحدهم على ترك ما كان يفعله من المعاصي وجد نفسه في وقت من الأوقات تضعف أمام الشهوة وأمام أمر الشيطان فترجع إلى ما تعودت، وإذا أراد أن يجبر نفسه على الالتزام بالطاعة والقربات التي تعودها وجد نفسه تخور وتضعف أمام الطاعات. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إن نفسي لا تساعدني على ترك المعاصي فعظني. فقال: إذا أردت أن تعصي الله
فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فاعصه. فقال: من لي بمكان لا يراني فيه ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره؟ فقال: إنك لجريء حين تبارزه بالمعصية وأنت تعلم أنه يراك. قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسمائه ثم اعصه. قال: كيف أخرج من أرضه وسمائه وهو يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فقال: إنك للئيم حين تكون ضيفا عليه بين سمائه وأرضه ثم تعصيه. فقال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاردد إليه كل نعمة أنعم بها عليك ثم اعصه بعد ذلك. قال: كيف أرد عليه نعمته وخلقتي من نعمته؟ قال: هذا ألأم اللؤم حين تأخذ زاده فتستعين به على معصيته، فما لديك شيء إلا وهو من قبله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف تستعين بزاده وهباته وعطاياه على معصيته ومخالفته ومحاربته؟ لا بد يا إخواني أن نتذكر دائما أن الآجال قريبة، وأننا كل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة، ينتقلون إلى القبور بعد القصور، ويبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويرون ما كان مغطى عنهم وما كان محجوبا، يتركون وظائفهم وأعمالهم وأهليهم وراء ظهورهم: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلنتزود لهذه الرحلة ولنستعد لها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يسمعون ويعون وينتفعون، وأن يزيدني وإياكم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يجعلني وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.